التواصل استمر تحديات متواصلة على ضية هذا الميدان شوطنا 15 في مجموعة الأشواط الصباحية هنا أيضا خصص الأبكار الصعوب وشوطنا الثالث للصعوب نسير مع الصدارة نسير مع البداية على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول من يتقدم هنا أيضا شعار محمد بن سعيد الأحبابي يتقدم هنا أيضا مع الذيبة على مقدمة هذا المسار بينما المركز الثاني على الوصول في هذه اللحظات والتقدم في هذا الانطلاق من الشاهنية ومحمد بن عمير المهيري على مستوى المركز الثاني بينما المركز الثالث شوف الوصول في هذه اللحظات من الهدى وفريه بن صبيح بن محمد المخيبي على مستوى المركز الثالث غير الى ثاني الاسماء تابع بقيه الاسماء تابع بقيه الشعارات الحاضره في هذا الانطلاق المنطلقه بالابداع والتحدي والاثاره ولكن نعود مع الصداره نعود مع البدايه نعود مع مقدمه هذا الشوط يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هذه هي الذيبة محمد بن سعيد الأحبابي يقدم الذيبة على الصدارة على مقدمة الشوط شوف الوصول في هذه اللحظات وشوف التقدم الله الله هذه الشاهنية محمد بن عمير هنا أيضا المهيري يتقدم على الصدارة ينطلق على البداية على مقدمة الشوط بدأ هنا أيضا يعزز الموقف مع المركزين الأول والثاني هذه هي الشاهنية والشاهنية على المركزين الأول والثاني محمد بن عمير المهيري يتقدم في هذا الانطلاق ينطلق مع البداية على مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول الله 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 على هذا الانطلاق وعلى هذا الإبداع مع الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول شوف الوصول شوف الوصول مع المركز الثاني ولكن خلاص تهانينا والناموس لمالك الشاهنية محمد بن عمير المهيري تهانينا والناموس المركز الثاني هنا أيضا الوصول بهذه اللحظات والتقدم مع المركز الثاني هنا أيضا ما مسجله معنا في كشف البيانات ننتقل من هنا الثالث كان الوصول في هذه اللحظات وكان التقدم في هذا الانطلاق المستمر مع شعار بالطير إذا صح هذا التعبير التوقيت الزمني 2:17 تهانينا والناموس